طيب خلينا نتكلم على الشق التحكيمي وتحديد مع الكابتن الكبير كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن امير، ومسي على حضرتك وعلى المحضر. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن امير، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. عايزين ناخد رايك بشكل عام على مستوى التحكيم في البطوله كلها، وبالتحديد مباراتي الامس، وخصوصا بتحديد مباراه تونس والسنغال والجدل اللي حصل بخصوص ضربه الجزاء في الشوط الاضافي الرابع. بص يا كابتن، هنبتدي من السؤال الاولاني، مباراه تونس والسنغال، الجدل اللي كان تعامله بملاك الحكم الاثيوبي ركله استثناء الاحتساب. هو الجدل البدايه من بملاك دي ان هو حسب ركله الجزاء، بعد كده رجع للحكم الفي ار واكدوا لا مش ركله جزاء. القرار السليم كابتن سمير، ممكن بس تتحرك مكانك سنه كده عشان الشبكه فيها بتقطع. اتفضل كده كويس كده زي الفل. اتفضل. فبقول لحضرتك باملاك هو السبب الرئيسي في المشكله، ان هي ما فيهاش ركله جزاء من وجهه نظري انا، عشان دي ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد. والكوره اللي لعبها الثيرد باك بتاع فريق السنغال لعبها جامده في ايد لعيب زميله بتاع السنغال، هنا ما فيش اي عنصر من التعمد. مع رجوع الفار للفي ار طبعا اكد ان عدم وجود ركله جزاء، وبالتالي مشي مع قرار او يعني الاستشاره بتاعت حكم الفيديو ولها ركله الجزاء. طيب بس هنا نقطه كابتن امير عاوز اعيد لك بسرعه، ان في ناس لهم خلط شويه في قانون كره القدم الجديد الخاص بلمسه اليد. نوضحها يا كابتن سمير بقى، اتفضل. يا ريت احنا برضو الناس تعرفها. لمسه اليد بالنسبه للمهاجم اللي فرقته اللي بتجيب هدف، يعني الفرقه ما بتجيب هدف، المهاجم اللي بيلعب الكوره سواء جت في ايده متعمدا او غير متعمد يصفر هاند جول على طول. تمام. انما المدافع القانون القديم زي ما هو ما اتغيرش. زي ما هو، تمام صح. لان انا امبارح سامع بعض الناس في القنوات الثانيه بيقولوا لا طبعا ده قانون لازم طبعا كلنا بنمشي عليه. المهاجم هو بس في التعديل، المدافع لا. تمام. طيب التحكيم بقى، مستوى التحكيم في البطوله بشكل عام رايك فيه ايه حتى الان؟ والله لا، هو طبعا التحكيم بنسبه مثلا وصل 70% 80% ما فيش مشاكل في معظم المباريات، وده يرجع يا كابتن امير للسلوك الرائع من اللاعبين المشاركين في البطوله. كان سلوكهم رائع في المباراه، ساعد كتير جدا الحكم في اداره المباراه. يعني لو نتفرج على نفتكر احداث المباريات تلاقي يا كابتن امير ما فيش اي اعتراض من اللاعبين، نادرا ما تلاقي لعيب اعترض غالبا. صح. للاسف اكثر الاعتراضات من لاعبي منتخب مصر اللي كانوا شاركوا في البطوله في الاول. انما كل الفرق الافريقيه بصراحه كان مستوى السلوك كان رائع. هو ما فيش يا كابتن سمير في افريقيا غير بملك تسيمه اللي يحكم مباراه في كل دور، يعني حاجه غريبه بصراحه. فاكر يا كابتن امير اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده من حوالي شهر، ان هو الحكم الوحيد اللي بيلعب مباراه افريقيا النهائيه. طبعا ده شيء علامه استفهام كبيره جدا، وهو خلي بالك مش المستوى الفني اللي يؤهله انه يلعب المباريات كلها. وبعلاوه بالاضافه لبكاري جسامه، يعني امبارح لو تفتكر بكاري جسامه عنده حاجات غريبه. اما راح انت شفته اما كان واقف قصاد حارس المرمى وشه في وشه. ايوه بالظبط، غلط خالص. ان انت الحكم لما يلاقي لعيب بيغلط عنده كارت اصفر او كارت احمر، انما تقف وشك وشه. خلي بالك كابتن امير لو تفتكر انت استاذ محسن، ده بكاري دخله من بره ال 18 لغايه سيارده هو اللي رايح له. دي مش موجوده دي في القانون اصلا. انما هو لوحده بيلعب، لجنه الحكام الافريقيه بتعتمد عليه بشكل ايجابي في حين وجود الحكم بيبقى وشارك في البطوله بشكل اقوى من كده بكتير، وخاصه المنتخب المصري ما شاركش في البطوله دي خالص زي ما انت عارف طبعا. بالظبط. علاوه عندنا اليوم الحكم الكاميروني طبعا. اعتقد انه ممكن يلعب المباراه النهائيه، بترشحه للمباراه النهائيه؟ انا ارشحه هو فيكتور جوميز. فيكتور جوميز طبعا جنوب افريقيا، او رضوان جيد من المغرب. وانا اتمنى انه يكون جهاد او امين عمر طبعا. اكيد نتمنى، اكيد ماشي. يعني نتمنى كل التوفيق للتحكيم الافريقي بشكل عام والتحكيم المصري بشكل خاص. يا كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معنا على الهاتف كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق.